فاكرة أول مرة حبيتي في حياتك؟ كنت صغيرة كده اللي هو حبيتي المدرس ولا حبيتي جارك ولا لا لا حبيت مش عايزة أفضحه هو ممثل صغير دلوقتي بس كان يعني كنت صغيرة حبيتيه وهو ممثل صغير دلوقتي يا عيني ما كبرش ما كبرش من أيامها ولا في شغله ولا في سنه لا أكيد هو شكله صغير برضه زي ماشي بس كان في فنون مسرحية وكانوا جايين يدربونا انا اسفه ما تزعلش مني انا بصراحه مش هقول انت مين مش هقول اسمك بس انا هسالها بعد الحلقه مش هتعرفه بقى يا عيني ما عملش حاجه في حياته لا لا عمل عمل والله وممثل شاطر جدا بس ملوش حظ بس ملوش حظ ماشي فحبيته جدا وانا صغيره بقى كنت في اولى ثانوي دي اول مره كانت احب حد انا قبل كده كانت علاقتي بالولاد ان هم اشرار كائنات اشرار في المدرسه لحد ثالثه اعدادي ودول ناس انا لازم امشي في جنب وهم في جنب ليه مين اللي علمك كده انا كنت حاطه مبادئ انت فاهمه كده لوحدك اوكي فاول بقى ما ابتديت احس بحاجه كان اتجاه الشخص ده عشان هو كان عينيه زرقاء جدا وهو امور فكان بيعلمني تمثيل في المدرسه وكان داخله مسرحيه فكان عيني حلوه قوي فانت حبيتي عينيه قوي وهو امور جدا كمان ولسه شكله زي ما هو سبحان الله المهم يعني فحبيته بس عيله بقى وهو كبير يعني كان اكبر مني بشويه كان هو في اولى معهد مثلا فنون مسرحيه فتقريبا عشان كنت مقفوله بزياده لدرجه ان انا يعني عرفته 3 سنين الثانوي ما شفتوش غير 3 مرات كل سنه مره 3 سنين واول مره مسك ايدي كان الالم اكيد مش ناسيه لحد النهارده ده فيه الالم عشان مسك ايدي بس ايه كانت مشاعر بريئه وقتها حرص انا ما يغركش ان انا قد كده سندي صلي على النبي كان بالنسبه لي اللي هو انت ازاي تعمل كده تمسك ايدي سامني اصلا ما ترددش الراجل خلاص ومن ساعتها خلاص اتقابلتوا بعدها طب حتى صدفه خالص والله تخيل ده مدوش صدفه خالص لا لا خالص اتقابل ما اعرفش عنه حاجه بصراحه يعني شفته في فده كان كده. ده كان فتح احلام انا كده عرفت ان اول حاجه العينين الزرقاء هي بتجيب لا ما وقتها بقى دلوقتي ما بقتش خلاص لا لا خلاص اتلخبطت بقى كل الحاجات اتشوهت دمرت كل اللي معايا خلاص ما بقتش في صورة عندي طبعا بس قليلين يعني انا بيكي قوي في اختيار الاصحاب عشان انا يعني بس انا صريحه بس هتلاقيني صليطه اللسان بتطلع حاجات كده يعني انا من كل الناس اللي قربوا مني في حياتي اخدت ايه اقوى حاجه خبطه خدتيها من حد قريب او من اصدقاء او من مش لازم يقول اسامي يعني بس ممكن تحكي موقف اقربه من فتره قصيره كان حد انا بثق فيه جدا يعني وكان بيدخل بيتي وبياكل معايا وبيشرب معايا واكتشفت انه بيألف عني حاجات يا ريت بيقول حاجه حقيقيه فليه يعني انت عشان تحس انك مهم تتخبط ده كان فيها. صديق ولا حد بيشتغل معاكي ما انا لو قلت ايه لو اقول هيطلع المفهوم طب لا وفي البنات يعني في البنات مش عارف لا ما حصلليش مشاكل مع البنات بس هو في ناس ساعات بتنفسن بس ما بيبقوش قريبين مني اللي قريبين مني بيبقوا عارفين ان انا حد جدع يعني ومش نفسيه يعني انا بنت بلد كده انت حساسه وتعيطي وكده ولا الضحكه والشقاوه دي طول الوقت لا ده انا يا لهوي دراما كوين اهلا حساسه قوي انت يا ما ست مصريه اصيله لا بس انا مش نكديه خالص هقول لك ليه عشان بس الناس تبقى فاهمه برضه وانت تبقى عارف قدام بس مش كل الستات هتلاقيهم بسرعه الست بتبقى نكديه لما بتبقى فاضيه ما وراهاش حاجه ما الفاضي يعمل قاضي بقى طبعا. انت كنت فين طب كلمت مين طب عملت مش عارف انا عمري ما عملت كده وعمري ما غيرت مش فاضي لك اصلا انا عندي شغل وتصوير وحاجات انا بشوفك ساعتين في اليوم كده نسلم على بعض ونتغدى بالظبط فهنكد عليك فيهم مستحيل صح بالعكس انا اوقات انا بيتنكد عليا عشان اوقات ببقى انا مشغوله اكتر من الشخص طبعا فلا يعني لا مش كل انا مش ايه اللي بيخليكي اكتر حاجه ممكن تخليكي تعيطي يعني اللي هي بقى تفتح الدراما كوين قوي ان اشوف حد فقط حد عزيز عليه او فقط حاجه لا حاجه تخصك انت يعني حد يعني ممكن دلوقتي يعمل معاكي ايه خليكي يصعب عليكي نفسك وتعيطي
ثاني قفا كده قوي عيط قوي. لا لا قال ايدي ما تطوعنيش، ده الجمهور يكسر لي ايدي. تضربوا الصاروخ ليه؟